شهريار كلما يأخذ بنتا بكرا يؤذل بكارتها ويقتلها من ليلتها ولن يزل على ذلك مدتها 3 سنوات فاتجت الناس وعربت ببناتها ولم يبقى في تلك المدينة بنتا تتحمل الوطأ ثم أن الملك أمر الوزير أن يأتيهم بنتا على جهل هدته فخرج الوزير وفتش فلم يجد بنتا فتوجه إلى المنزل وهو غضبان مقهور جائف على نفسه من ذلك وكان الوزير له بنتان ذات الحسن والجميل وباهت وقد واحتدال الكبيرة اسمها شهرزاد والصغيرة اسمها دنيازاد وكانت الكبيرة قد قرأت كتب وتواريخ الواسل الملوك المتقدمين وأخبار أمم المدينين قيل أنه الجماعات 1000 كتاب من كتب والتواريخ والمتعلقات بالأمم السالفات والملوك وخالية الشعار فقالت لأبيها ما لي أراك متغيرا حاملا الهم والأحزان وقد قال يا بعدهم في المعنى الشعر كل لمن يحمل هم إن الهم يدوم مثل ما يفنى سرور هكذا أتفنى الهموم.